يعني بداية نترحم على أرواح شهداء فلسطين عامة وشهيدنا تامر رحمه الله الذي استشهد أثناء تقديم مهامه الإنسانية في مخيم بلاطة في الاقتحام الأخير الذي تعرض إليه المخيم. تامر كان من الشبان اليافعين الذين تطوعوا في جمعية الهلال الأحمر من أجل تقديم الخدمة الإنسانية. هذا الاستهداف ليس الأول ولا الأخير لطواقمنا أمام إجرام هذا الاحتلال الذي يستهدف الكل الفلسطيني في هذه المرحلة. رسالتنا واضحة، نحن مستمرون في الميدان، الطواقم الطبية تزداد إصرارا على تقديم العناية والخدمة لمواطنينا في كافة أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا الشيء لا يثنينا عن أداء مهامنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل على العكس طواقمنا أخذت وأصرت على الاستمرار في تقديم المهام الإنسانية لأبناء شعبنا. للأسف الشديد القوانين الدولية هي اليوم غير خاضعة لهذا الاحتلال الذي هو فوق كل هذه القوانين ويمارس أبشع الجرائم بحق كل الطواقم الطبية. كل المؤسسات الدولية ناشدت الاحتلال بعدم التعرض للطواقم الطبية حسب المواثيق والأعراف الدولية التي شرعها العالم كله، ولكن جيش الاحتلال الآن لا يابى إلى هذه القوانين، بل على العكس كلما كان هناك مناشدات من قبل المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات على الطواقم الطبية زاد جيش الاحتلال في استهدافه، كما حصل مؤخرا مع شهيدنا تامر رحمه الله. خلاص الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يا رب يا رب ليالي مطلقه الدور الرهيب تستناه.